دلوقتي انا حضرت الشنطه وخلاص بقى هسافر، هسافر مع مين؟ لو انا مسافر مع قرايبي ومعارفي واهلي في اتيكيت معين في التعامل معاهم، او انا مسافر مثلا مع اصدقاء بيبقى الاتيكيت مختلف، يعني ازاي اتعامل مع الصحبه اللي هتكون معايا في السفر؟ جميل قوي اتيكيت اختيار الصحبه في السفر. بيقولوا دايما الرفيق قبل الطريق، يعني دايما اكون اشوف مين اللي ينفع يصيف معايا. ما ينفعش ان انا اي حد يصيف معايا حتى يا جماعه، لان عاده في الطباع بتختلف. صحيح. حتى لو اسره واحده، يعني حتى لو اخين مثلا، ما ينفعش، ممكن يكون هم طباعهم مختلفه. في مثلا ناس بتحب استاذ محمد تقعد على البيتش طول النهار وتقعد في الشاليه بس، في اسر تانية تحب تروح حفلات، تحب تروح تبقى يعني دايما كل حد ليه طريقه معينه. في ناس بتحب تصحى بدري، في ناس فانا لازم اكون شايفه الناس اللي من قرايبي ان هم يكون طباعهم زي طباعي. ولو اصدقاء ليا لازم يكون في مستوى فكري متوازن، اجتماعي مادي. ما ينفعش انا يعني اسره ببادجت معينه بتصيب مصاريف معينه تصيف مع اسره متوسطه، ده ما يعيبش حد، ولكن لازم يكون في توافق، في توافق وفي اتفاق وفي ميول وفي يعني زي ما تقول كده في كيمياء، في كيمستري ما بينهم عشان يقدروا ان هم يتواصلوا ويتكلموا. لازم تكون كل حاجه متحدده من قبلها. يعني ماذا لو إيه؟ البادجتس المختلفة أو الفلوس المحطوطة للأسر المختلفة اتجمعوا مع بعض، الناس ميسورة أكتر من ناس، نتعامل إزاي بحيث إن إحنا نبقى مبسوطين في أجازتنا وفي نفس الوقت ما نضايقش اللي حوالينا وفي نفس الوقت ما نجرحش اللي حوالينا؟ بصي أنا حتى لو في ناس مصرة، يعني بتحب ناس معينة والبادجت أو زي ما نقول الليفل مختلف، وإحنا هنعمل قعدة، القعده دي فيها الصراحه. يعني انا دايما اقول الصراحه، ان احنا بنقول كل حاجه بصراحه، بنتفق المصيف تكلفته كذا، طب يا جماعه احنا هنقدر ندفع كذا لكن مش هنقدر ندفع كذا، فالاسره الثانيه لو هتتكفل بالموضوع والثانيه موافقه فما فيش مشكله. يعني احنا لو حاطين خطه من الاول، احنا قايلين يا جماعه احنا مقدرتنا كذا، ان احنا هنعمل كذا ومصاريفنا كذا، وان مثلا علينا بادجت الاكل بس، احنا مش هنقدر على الخروج، احنا هنعمل مثلا او مثلا هقول لك حاجه برضو حلوه قوي، الاساسيات البالكس بتبقى مدفوعه. احنا اللي بيعمل لنا اللخبطه للناس كلها الخروجات، النسريات بقى اللي هي كم مره العيال هتعمل ايه وتلعب ايه وتشتري ايه، وهي الحاجات بصي هقول لك على حاجه، ما هو لو مثلا انا مثلا لو عندي اولادي وعايزين يشتروا حاجات، او مو طبيعي ان هم هيلجؤوا لي، انا برضو لازم اكون قاعده مع اولادي قبلها بفهمهم ان احنا دلوقتي قاعدين مع بعض في فيلا مشتركه او شاليه مشترك او حاجه مشتركه، ما ينفعش ان احنا مختلفين عن الاسره دي شويه، ما ينفعش ان احنا نطلب حاجات فوق ميزانيتنا. يعني انا اكون صريحه مع اولادي، ولو مثلا اولادي مثلا عايزين حاجه معينه اقول لهم ما ينفعش ان انتوا تروحوا للاسره الثانيه ان انتوا تطلبوها مني انا. يعني احنا وبنبقى برضو متفقين معاهم ان احنا ما ينفعش كل غرفه لكل اسره بتبقى زي ملكيه خاصه، ما ينفعش ان انا اتجاوز حدودي طبعًا. حتى لو العشم ساعات بياخدني قوي، ان احنا بنبقى واخدين على بعض قوي، والاستئذان في كل ده من اداب الحياه، ازاي استاذن قبل ما اخش عند اي حد بالظبط. يعني لازم اكون معرفهم ان انا لازم قبل ما اخبط، قبل ما اخش اي اوضه لازم استاذن، وان كل اوضه دي كل اوضه لكل واحد ممتلكاته الخاصه، وان حتى الست لما بترتب الاوضه ما ينفعش ان الست ترتب اوضه حد تاني، لا كل واحده كل ربه اسره بتظبط الاوضه بتاعتها، وبنتفق بعد كده ان الاتيكيت يعني تعاون، يعني مش انانيه، يعني احنا كلنا بنتعاون. ما ينفعش ان واحده من الستات هي اللي تعمل اكل او هي اللي تظبط كل حاجه، يعني الستات كلهم يشتركوا في التنظيف ويشتركوا في التنظيف الشاليه، ولازم يبقى في سلوكيات متحضره بينهم. تمام.